محاضرة أولى مع في ميكانيكا الكم. أول حاجة هنتكلم عن الصفات الموجودة للأجسام المادية، إن المحاضرة تبع محاضرة ميكانيكا الكم واحد أو المحاضرة الأولى. تمام، أول حاجة مقدمة. لكي ندخل إلى مفاهيم الميكانيكا الكم لابد أولا أن نفهم جيدا ما يسمى بالطبيعة الثنائية للجسيمات المادية، يعني الجسيم المادي عبارة عن وجه وجسيم في نفس الوقت، وذلك من خلال ظهور آثارها التجريبية. فمثلا الأثر الكهروضوئي أو الفوتوإلكتريك إيفكت يبين أن الأمواج الكهرومغناطيسية تسلك سلوك مادي، سميت تلك المادة بالفوتونات. تمام، ومن المعلوم من نظرية أينشتاين أو النسبية الخاصة أن الجسيمات التي تتحرك بسرعة الضوء تكون كتلتها السكونية تساوي الصفر، وتمتلك طاقة لها العلاقة التالية: الـ E يساوي H نيو أو H بار في أوميجا، حيث أوميجا اللي هو تردد الزاوية. تمام، وهذه طبعا الرسمة اللي هي شكل واحد، ده هو عبارة الصفة المادية للضوء في الأثر الكهروضوئي أو the photoelectric effect incoming photo on the left اللي هو الأحمر، ده هو strike a metal plate اللي هو المستطيل، ده عبارة عن metal plate وفي سالب وموجب وحاجة كده. فهو احنا نخش على السالب اللي هو الإلكترونات and eject electrons وال as flying off to the right. يعني ايه الالكترونات اللي هي طالعة من ناحية اليمين دي اللي هي الزرقاء دي. تمام، تجربة شقي يونغ تبين أن الضوء أو الأمواج الكهرومغناطيسية يسلك سلوك أمواج من خلال عمليات التداخل البناء والهدام. تجربة الشق المزدوج ليانغ تبين أن الضوء أو الأمواج الكهرومغناطيسية يسلك سلوك أمواج من خلال عمليات التداخل الهدام والبناء، في هدب مضيئة وفي هدب مظلمة، فهو يعني يسلك سلوك الموجات. والتجربة دي بتقول لك إن الضوء الفوتون اللي هو الأحمر ده بينزل على المعدن الميتال البليد ده هو بيطلع لك الإلكترونات. طب إزاي يعني هو بيخبط إلكترونات وهو كده مادة؟ والشكل التاني برضو كتجربة يانغ عشان شقي يانغ والصفة الموجبة للضوء. فما هي طبيعة الضوء مادة أم موجة؟ أول حاجة رقم اتنين دي الطبيعة الثنائية للموجة الكهرومغناطيسية، نسبة إن الطبيعة الثنائية للموجة من النظرية النسبية الخاصة تعطي الطاقة الكلية لجسيم متحرك بالعلاقة من E تربيع يساوي C تربيع B تربيع زائد M نوت تربيع سي تربيع الكل تربيع. للتبسيط، بداية سندرس الفوتونات من حيث ام نوت تساوي صفر، فهو كده الشق الثاني هيبقى صفر، وعندها تصبح العلاقة اي تربيع يساوي سي تربيع بي تربيع، حيث البي طبعا المومنتوم. اذا اي يساوي نقد الجذري يبقى يساوي سي بي اللي هو، اذا بي يساوي اي على سي، والاي طبعا هعوض عنها اتش نيو على سي، يبقى يساوي اتش نيو على طبعا لامدا على سي يساوي، هي عبارة عن ايه، طبعا هنعوض عن السي عبارة عن، هنعوض عن الله عن الميو دي عبارة عن سي على لامدا. اذا اتش سي على سي لامدا يساوي اتش على لامدا. اذا هنجيب اللامدا دي اللي هي ايه، يساوي اتش على بي، حيث البي طبعا هي المومنتم او قيمة الحركة، والدي اللي هي بيقول عليها هي الطبيعة الموجية واللي هي معادلة هي دي براب. العلاقة ثلاثة تشير إلى ارتباط طول الموجة مع كمية الحركة، حيث أن كمية الحركة تصف الحالة المادية، وهذه العلاقة البسيطة ذات مدلول فيزيائي كبير الأهمية إلى ألا وهو وصف للطبيعة الثنائية الموجية موجة وجسيم للموجة الكهرومغناطيسية، وهي حالة خاصة من الحالات العامة التي فرضها دي براولي عام 1923 ميلادي. طب الموجة السابقة تسمى بموجة دي براولي، يعني اللمضة دي هتشير إلى شق الموجة، والبي اللي هي من الناحية التانية دي بتشير إلى شق الجسمي أو الجسيمي. يعني نخش على إيه يعني الموضوع إيه تفصيل أكثر. فرضية دي براولي أو دي براولي هايبوزيس، إن موجة دي براولي المرافقة للجسيم المادية أو دي براولي ماتر ويف،
أو the wave can be described using the language of quantum particle photons. أو the wave can be described using the language of quantum particle اللي هو photons. Can particles behave as wave؟ السلوك الموج لا تقتصر على الفوتون، يقول دي براولي، بل يمتد على كافة الجسيمات المادية، إلكترونات وبروتونات ونيوترونات. وسنحاول استنتاج العلاقة التي تربط طول الموجة مع كميات الحركة. العلاقة ثلاثة كما افترض دي براولي، وذلك كما يلي: من فرضية بور، كمية الحركة الزاوية المدارية للإلكترون حول النواة تساوي عددا صحيح من ثابت بلانك. يبقى المومنتم اللي هي كمية الحركة الزاوية، الانجل مومنتم ال ال يساوي ار في البي، اللي هو يساوي ان في اتش بار. طبعا حيث الاتش بار عبارة عن اتش على تنو على تو باي، اللي هو برضو يبقى اتنين باي ار يساوي ان اتش، يعني نودي الباي الناحية التانية، اتنين باي وديها الناحية التانية ونكسب على المومنتم، يبقى اتنين باي ار يساوي ان اتش على بي. من شروط بور أو صامرفيلد، مسار الإلكترون حول النواة يكون مستقرا إذا كان يساوي عدد صحيح من طول الموج. يبقى إيه مسار الإلكترون اللي هو 2 باي آر، ده هو اللي هو المحيط بتاع الدالة اللي هيلف فيها الإلكترون، تمام، حول النواة يكون مستقرا إذا كان يساوي عدد صحيح من طول الموج اللي هو إن لندا. طبعا احنا نعوش ال H على B دي، بنعوض عنها لندا دي براولي، تمام. العلاقة واحد واثنين نجد أن اتش او لندا يساوي اتش على بي، تمام. ماشي، طبعا هو هيرسم لك الالكترون هو ماشي في دايرة بس بيتموج، تمام. المستوى الاول، المستوى الثاني، او نقول الغلاف الاول والغلاف الثاني، أو فيرست شيل وسكند شيل. النظرية النسبية للأشياء قدمت جوابا مقنعا لعلاقة دي براولي من خلال علاقة التكافؤ بين الكتلة والطاقة. فالكتلة التي تمثل الصفة المادية هي شكل من أشكال الطاقة، ومعلوم أن الطاقة ترتبط بالتردد والطول الموجي التي سبق عرضها على. والعلاقة الأخيرة لموجة دي براولي تبين أن أي جسيم يتحرك يمكن اعتباره موجة، بما في ذلك الأجسام الضخمة. ولكن الأمثلة التالية توضح أي نوع من الأجسام تحمل المعنى الفيزيائي للأطوال الموجية المرافقة للأجسام. أمثلة: مثال واحد، ما هو طول الموجة؟ موجة دي براولي الإلكترون طاقته الـ E يساوي 50 إلكترون فولت. أول حاجة الـ E يساوي B تربيع على 2M، وإذا الـ B يساوي جذر 2mE اللي هو جذر بعد كده البي دي هنقسمها على السي، يبقى جذر 2 ام سي تربيع في الاي على السي، اللي هو يساوي اذا اللمدة يساوي ليه عاوزين نقسمها على سي، لان عاوزين نعوض لها بالمعادلة اللي هي دي، هو اللي قبلها اللي فيها السي، ما علينا. المفروض ان السي تربيع دي اللي هي الاي، يعني هو قسم بسط ومقام على سي، بس سي هتخش تحت الجذر بسي تربيع، وتحت طبعا من غير تربيع. هو عاوز ايوه، اذا اللمضة تساوي اتش سي على جذر 2 ام سي تربيع اي، لان اللمضة تساوي اتش على بي، هيعوض المقدار البي اللي هو
جذر 2 في ام سي تربيع في الكل في اي على السي. اذا اللمضة هتساوي طبعا هيعوض ان اتش سب بلانك والسي فوق وتحت تمام، والام سي تربيع دي هيعوض عنها عبارة عن 5511 من 1000 اف 10 اس سالب 9 الكترون فولت تمام، وهضربها في 50 الكترون فولت وهضربها في 2 برا، هيطلع لك في الاخر ان اللمضة يساوي 17 من 100 نانومتر. وهتقول الموجي من مرتبة الابعاد بين المستويات البلورية التي تحدد البناء البلوري للأجسام الصلبة أو الجهد، تلعب دورا مهما في تجارب الحيود بالإلكترونات التي تسلك سلوك موجيا في هذه التجارب، وينتج عنها أمواج تداخل بناء وهدام عبارة عن ظاهرة الحيود التي تشاهد وتنتج عن أشعة إكس. تمام، نيجي للمثال الثاني. ما هو طول موجة دي براولي لكرة التنس كتلتها 70 جرام وسرعتها 25 متر لكل ثانية؟ الحل، أول حاجة لندا يساوي اتش على بي. طبعا البي عبارة عن ايه؟ الكتلة في السرعة، واتش ثابت بلانك. تدينا لندا يساوي 3 × 8 × 10^-34 متر. تمام، لاحظ أن طول الموج الناتج صغير جدا ولا يمكن ولا يحمل معنى فيزيائي وخارج نطاق الاكتشاف التجريبي، لأن الأجسام الكبيرة لا تظهر طبيعة موجية للعيان ولا يلاحظ لها تداخل بناء وهدام. نيجي للمثال الثالث. ما هو طول موج دي براولي لحاملات الشحنة في معدن مثالي؟ علما أن الطاقة الحركية لحاملات الشحنة من مرتبة 5 إلكترون فولت أو طاقة فيرمي. تمام، يبقى لامدا يساوي اتش على بي، واللي هو يساوي اتش طبعا فوق البي اللي هو 2 كي ام اي، هو اتش سي نضرب فوق تحت في السي اللي هو هيطلع معانا اتش سي عبارة عن 12 40 الكترون فولت في نانومتر. تمام، نعوض عن اتش سي والكي ده عبارة عن ايه؟ خمسة إلكترون فولت كده. تمام، ماشي. يعني لندا يساوي 1240 إلكترون فولت نانومتر على جذر 2 × 5 إلكترون فولت في 5×10^5 إلكترون فولت. هي المشكلة في المقادير دي. ما علينا، هي القصة كيف تحفظ السلة. هنيجي للمثال الرابع. احسب طول موج دي براولي لجسم كمية حركته أو اندفاعه 1 كيلو إلكترون فولت لكل سرعة ضوء. كمية حركته 1 كيلو إلكترون فولت على ايه؟ سرعة الضوء، لأن كمية الحركة عبارة عن ايه؟ طاقة على سرعة الضوء. إذا بي أو المومنتم يساوي
كيلو إلكترون فولت لكل سي. إذا بي سي سوى 1000 إلكترون فولت. نيجي يا باشا بعد كده ايه بي سي سوى، اذا لندا يساوي اتش سي على يمين، لانه تتعوض تعويض عادي، اتش سي على بي سي يساوي 12240 على 1000، هيدينا 21%. نانومتر، تمام. مثال رقم 5، احسب طول موجة كرة السلة ذات الكتلة 2 من 10 كيلو جرام وسرعتها 10 متر كل ثانية. الحل، اديك الكتلة ومديك ايه السرعة، هتضرب الكتلة بالسرعة يديك البي، 2 من 10 كيلو في 10 متر يديك ايه كل ثانية، يديك 2 كيلو متر كل ثانية اللي هو البي. تمام، وبعد كده تعوض عن اللمدا يساوي اتش على بي، وإيش ساعة بلانك اللي هو 6.6 × 10^34 جول ثانية على 2 كيلو متر كل ثانية، طب 2 كيلو اللي هو 2000 انتهى. طبعا ثانية فوق والثانية في المقام تحت، تينا الثانية متر جول. كيلو على ثانية، كيلو متر على ثانية، تمام. الجول عبارة عن كيلو متر على ثانية، الجول كيلو متر على ثانية تقريبا، كيلو متر على ثانية مع تحت كيلو متر على ثانية، هيطلع معانا متر فوق، تمام. رغم المقام يا صاحبي، تمام. اللي هو 3.3 × 10^10 أس سالب 34 متر. ما هو تعليقك؟ طبعا واحد يقول طول الموج صغير جدا لا يلاحظ وما يحصلش مع تداخل هدام ولا بناء. تمام، خش معايا. مسار رقم 6، ما هو طول موجة الإلكترون في ذرة الهيدروجين؟ على الحل، طول موجة الإلكترون طول اللي هو عرض اللمبة في ذرة الهيدروجين. أول حاجة يا باشا البي سوى ام في اللي هو سوى ألفا ام سي اللي هو سوى ام سي على ايه 37، الألفا دي 1 على 37، تمام. إذا اللمدة يساوي اتش سي على بي سي يساوي كذا كذا، سي مع التربيع اللي تحت هيدينا 5 × 1240 إلكترون فولت نانومتر على 5 × 11^10^6 إلكترون فولت على 137. لا، ام سي تربيع عبارة عن ايه، 5 × 5 = 11 × 10^6 إلكترون فولت. مريحة نفسي، تمام. يعني انت ايه كل ده تحفظهم، بس اللي هو 5 × 11^10^6 إلكترون فولت دي الام سي تربيع. هذا طول الموج يساوي تقريبا 3 من 10 نانومتر اللي هو قطر ذرة الهيدروجين، ومن خلاله يمكننا تكوين تصوير مبدئي لحجم الذرة، أي أن الخواص الموجية للإلكترون تعطينا أبعاد الذرة، وهذه ميزة ممتازة لأن الإلكترون يظهر كغيمة ضمن حجم يحدد أبعاده الذرة، حدد أبعاد الذرة، يعني هذا طول الموجي اللي هو إيه موجة الإلكترون اللي هو يساوي برضك إيه قطر ذرة الهيدروجين. لاحظ أن شرط بور وسمر فيلد يعطينا النتيجة السابقة اللي هو إيه لامدا يساوي 2 باي آر، والآر اللي هي إيه إنوت اللي هو إيه بور ريدياس اللي هو 53 من 1000 نانومتر اللي هو إذا لامدا تساوي، هتعوض طبعا 53 من 1000 نانومتر
في المعادلة يبقى 2 × 10^14 في 53 ألف نانومتر. واحنا خلونا انه في الاخر عشان احنا عاوزينها لمضة، تمام، هيتعود هتضرب هتطلع معاك 3 × 10 نانومتر، حيث ال R يساوي A نوت او نصف قطر فور او بور راديوس. مثال رقم 6، احسب طول موجة النيترون. علما ان طاقته الحركية الكينيتيك انرجي له لحظة تحريره من النواة تساوي 10 ميف. طبعا ايه، هنتكلم عن نيترون، فهتكون طاقة نووية زيادة كبيرة جدا، فهتكون بالميف، تمام، مش بالالكترون فولت. يبقى اي كي قصدي يساوي نص ام بي تربيع، اللي هي يساوي بي تربيع على 2 ام، تمام. تمام. اذا بي يساوي 2 ام اي كي، اي كي تمام، جذر، بس تاخد يعني بي، ناخد الجذر مدة 2 ام من الناحية التانية وناخد الجذر، يبقى بي يساوي جذر 2 ام اي كي، اللي هي يساوي جذر، هتعوض 2 × 940 ميف اللي هي كتلة النيترون، 940 ميف لكل سرعة ضوء. يجي ال AK اللي عبارة عن 10 ميف اللي هي كينيتيك انرجي، تمام، اللي هو يدينا في الآخر 140 ميف لكل سي. طبعا هتحط لامدا يساوي اتش سي على بي سي، اذا اتش سي اللي هو 12 × 40 إلكترون فولت في نانو على 140 × 10^6، يعني كأنك هتطير السي من المقام، بس المهم يا باشا ايه، هتختصر يساوي 9 × 10^(-15 بالمتر اللي هو يساوي 9 فرمي، مع 10^(-15 متر فرمي، واحدة اسمها فرمي. وهذا طول الموج يتوافق مع أبعاد النواة والتي تكون من مرتبة الفرمي. لاحظ بالمقارنة بين أبعاد الذرة والنواة، نجد أن أبعاد الذرة أكبر من أبعاد النواة بمليون مرة، وهذا دليل على الكثافة العالية للمادة النووية. 1 سنتيمتر مكعب مادة نووية تساوي تقريبا كتلة مقدارها 120 مليون طن. يعني 1 سنتيمتر من المادة النووية تساوي تقريبا كتلة مقدارها 120 مليون طن. يجي مثال رقم 6، مش عارف 6 ده تكرر ليه كذا مرة، أو رقم 6 يعني. احسب طول موجة الكوارك الذي يملك طاقة حركية مقدارها 2000 ميف. طبعا ايه، لامدا يساوي طبعا 2000 ميف دي طاقة الحركة، يبقى هتقول اتش سي على بي سي على بي سي يساوي 1240 إلكترون فولت. دي طبعا ايه، الاتش سي طاقة حركية مقدارها 2000 اللي هو البي سي 2000 ميف. على طول يا باشا البي سي، احسب طول موجة الكورك الذي يمتلك طاقة حركية، مفروض 2000 ميف لكل ايه، 2000 ميف لكل سي، عشان لما تضربها في السي تروح مع السي يعني. ما علينا، هيدينا 6/10 فن. وهذه الأبعاد البروتونات والنيوترونات في النواة تقريبا. بقية التمارين راجع الملاحق بالإنجليزية على الموقع، موقع الجلالة للتعليم في الفيزياء.